أنا وربي نتحاسب، أنت شعليك. الشاعرة العراقية شهد الشمري توبخ الإعلامي نزار الفارس وتلقنه درسا لا ينساه أبدا، فما القصة؟ في مهرجان السيدة الأولى الذي أقيم بمناسبة ذكرى تأسيس مجلتها الورقية، التقى الزميل الإعلامي المثير للجدل والجريء نزار الفارس بالشاعرة شهد الشمري، واستغل الفرصة تلك ليعرض عليها مقترحا. هذا المقترح يتضمن أن تكون هي ضيفته في برنامجه، وبعد جدال وتداول أطراف الحديث بينهما عن نوع الأسئلة التي سيطرحها عليها خلال التصوير، فجأة وإذا بالشاعرة شهد تنفجر غضبا بوجهه ومنعته من التطرق لأي سؤال ديني، قائلة: ليش غال خشمك بعلاقتي ويا رب العالمين أو يا الله؟ الدين خط أحمر لا تجي يمه. رب العالمين انا اتحاسب. خلي خلي شو انت شو عليك؟ ما يهم، لقاء كبار هو يصير، بس امور دينيه انت تعرفها؟ عوف الدين هسه رياضه؟ انا علاقتي برب العالمين أوكي. انا دي. انت شو اوكي دينيا انت تعرف؟ اتحاسب بالدنيا زين، من هسه حتتعاركون شلون حتسوون اللقاء؟ خشمك بعلاقتي يلا. علاقتك بالرياضه جيده؟ طبعا اكيد طبعا. نحكي رياضه؟ هذا قدامه قاعد يصور بما انه زوجك كمان اجسام وعضلات. اي نحكي بالرياضه بالفن بالشعر، بس بالدين لا تدخل. تعتبري خط احمر الدين عندك؟ خط احمر طبعا. انت ما تدري انا شو مسوي عند رب العالمين. جميل. انا مسوي اشياء عند رب العالمين عظيمه. الله بس انا ما احكي ما اقول. ليش فما بنعمه ربك في حدك؟ انا احكي يعني احكي بالنعم بس انا ما احكي بعلاقتي وياه. هاي شلون هاي بعدكم؟ هذا مو لقاء حتتعاركون؟ لا بالعكس انا اعزه نزار عظيم والله. انا احكي بنعم رب العالمين اللي انا محاطه بيها وداير مداري، بس انا ما اريد اقول نوع العلاقه. شلون تتقبلين الاشاعات؟ شلون تشهد هذا لقاء على السريع؟ تتعامل مع الاشاعات؟ عادي يعني اي اشاعه تردين قبل لعادي كم يوم على مزاجي ولا اطلع برا؟ هاي شبيك انفضهن نفضهن هذ ولكن علي مشتتات البال. قويه هذا لقاء على السريع يعني كله زين. بس اليوم زين انت ما تشوف هاي هذا سؤال مستهلك قديم؟ انت اكثر يمكن شاعر طلع عنها اشاعات؟ اي طبعا بس طريقه التبرير استفتحوها بي يعني تنمر والاشاعات استفتحوها بي بحيث ثاني حديد. الله عليك والله طخ طخ حديد على زوجتي حديد. فول والله فول انا احبك احنا كل سوانا. اضافه للشعر الشعبي العراقي. ماذا عساني أن أقول؟ عزيزي نزار الفارس تعالوا وياك، تعالوا يا أسئلتك اللي ما تجوز منها. أولا أنا لم أكتب هذا الكلام الذي سأقوله، كتبته نسمة معدة البرنامج، لذا هو ليس مني صراحة، من نسمة. إذن تقول نسمة على لساني أنا وتعالوا وياك يا نزار. الموقف اللي صار صراحة ما تنحسد عليه. مدوني منصات السوشيال ميديا تشمتوا ونشروا مقطع الفيديو هذا بعنوان شهد شمري ترزل نزار الفارس بسبب تدخله. على أي حال هناك الكثير من الكومنتات. طبعا شهد الشمري هي زميلة قديمة لي في قناة الفيحاء، ونزار الفارس أيضا هو زميل وصديق مهنة، وسأكون محايدا بينهما. شهد الشمري لطيفة ورائعة ومبدعة، ونزار الفارس هادئ وراكز ومسيطر في معظم المواقف ولا يستفز برأيي. التعليقات والآراء التي جاءت كثيرة نذهب إليها مباشرة، ونبدأ من تعليق كتبه مهند. يقول مهند: التالي يا نزار وأسئلة المستهلكة اللي يدور وراها طشة. بابا اقعد واستشن، كافي تحرج نفسك وتحرج ضيوفك، هاي عود انت تربوي ومربي أجيال، لعدش خليت للعوام، كافي عاد لا تلح. تعليق من علي: انت خليت احد ما تعاركت وياه، رزلتها او رزلته انعام الربيعي وبعده ما يجوز. شنو لابسه؟ تصومين تصلين تعرفين الفاتحه حافظه سوره الكوثر وغيرها من الاسئله لك بابا، مو من حقك تستجوب الناس. تعليق اخر من نورهان: بصراحه نزار افضل اعلامي بالعراق، يفرض نفسه غصبا على الكل. الله يوفقك خويا وكلنا ندعمك، ما إلك علاقة من منتقديك، هاي ضريبة الشهرة وشهودة منورة حبيبتي طالعة سندريلا يا محلاكي. تعليق من غازي مهند يقول: شهودة ما تقدر تبرر إذا حصرها بسؤال ديني، بس ما تلام بيك يعني إلا تترزل
حتى ترتاح؟ شنو هالاسئله؟ مع كل اسفي على الاعلام العراقي، خلونا نرتقي بالاعلام، مو كل شيء مشاهدات. ربيع يقول ربيع ونحن في الصيف، يقول مع احترامي لشهودة ونزار كلاكما عراقيين ونحبكم، بس ترى هو يتقصد يسخف الأسئلة حتى يجلب الانتباه، يعني كله فيك يلعبون قدام الناس انهم زعلانين علشان يحصلون مشاهدات، وهذا اللي جاي يصير.